Dachrenus, weighing Ayub down. Okay? Every time you run, you have solution. So play fast. And go. Together, 1, 2, 3. Good job, Dad. Jad with ball. Way, no. Turkey way. مش التركي هاند اوف وين ايوب يجيك سكرين ايوب تعمل فور يو سكرين ورافر ايوب من هنا ولا من هنا انت تطلع له سكرين ويت خلاص انت تمشي عكس الكوره هاند اوف هاند اوف هي الموج اذا هو بشد يسوي دراب اليمين تروح عكسه عودة نحن وياكم مباشرة عبر الام تي في لحتى نتابع مباراة ببطولة الاندية العربية 31 على ارض بيروت من ملعب بلدية الشياح ومتقدم فريق اللبناني هلا بيروت 26-14 على السعودية النصر من السعودية عم نشوف البنش قدامنا هلا وكنا قبل شوي شفنا على البنش كمان خليل نصار يلي عم بيعالج ان شاء الله ما يكون في شيء مع علي حيدر وعم بيعالج كمان شارج ديفيد اللي بنتمنى له كل الشفاء خليل عم شوفه قدامنا ثانك يو لك خليل عم تقوم تهتم بالرياضيين وعلى طول هيدي الخبره الموجوده عندك والفيزيوثيرابي اللي عم بتكون محضر كل اللاعبين ومجهزهم بنقول لك ثانك يو نصر سعودي مع نمبر 10 حلوه على 3 بوينتس بتسجل من وين ارنولد عم شوفه قدامنا باتريك عم بيقول للاعبين لازم يقربوا اكثر على الديفنس كانت اب شوت على 3 بوينتس 26-17 تسع نقط لبيروت نادي بيروت المباراه الثالثه اللي عم يلعبوها اكسلنت باس كانت من كروفورد تنقطع وطابه راح تكون بعدها بيخلصها الفريق السعودي النصر وجول تاندينج بيحسبها الحكم لصالح الفريق السعودي من علي حيدر يلي بيطلع يعمل بلوك شوت عم بيشارع عليها الحكم هيدي الإعادة وهيدي الجول تاندينج اللي حسب الحكم نقطتين علي حيدر جريت جيم اليوم عم بيلعبها علي حيدر 8 نقط 5 ريباوند هلا كمان عم بيعمل هيدي عم بيقرب على الديفنس عم بيروح عم بيلحق كل اللاعبين طلع ليعمل بلوك شوت هيدي عم نرجع كمان مرة نشوفها بيطلع الحيدر من بعيد شوفوا الجامب عالي بيطلع كثير فوق السله قد ايه ايده طلعت فوق السله الحكم بيحسبها (26-19) عصي على لو بوست فاول خطا فاول فاول لصالح علي حيدر والبوش من ورا بتصور لعب نمبر 14 بروم شوي لنشوفك بروم شوي 15 شفت كيف حسن علي هذا الفاول يلي بيعمله حسن علي على علي حيدر جون عاصي كمان من فريق بيروت حاطط نقطتين واثنين ريباوند رالف عقل بيعطي العاصي للعقل على 3 بوينتس كراوفورد يس حلوه ماي مان 3 بوينتس ولا احلى منك شو الشوطة والجامب شوت بكل ساعة بيطلع ورواق بيهدى بالهواء بوم وبيحدى وبيشكى 3 بوينتس هوسوي بفوت لاعب ممتاز هوسوي من الفريق السعودي والنصر السعودي عم بيلعب كثير منيح اليوم شوفوا هالموفز اللي عم بيعملهم والحكم بيحسب فاول خطا لصالحه 29-19 10 نقط لصالح بيروت على نصر السعودي هو سوي 5 نقط 3 ريباوند 1 اسيست بلش مباراة منيحة مع فريق النصر 29-20 8 دقائق 38 ثانية لنهاية كوارتر الثاني الشوط الأول من المباراة هو سوي ثاني وحدة كمان على الفري ثرو بسجلها 29-21 بيروت متقدم على النصر رالف عقل جود ديفنس من جوادي الرقم 9 عم بيطلعوا بهيك بريس اكثر لفوق الفريق السعودي بالديفنس
فريق السعودي النصر بهالوقت اللي عم يلعب زون ديفنس، مش عم يلعبوا مان تو مان، زون ديفنس. مشان هيك عم تشوفوا اذا الطابه بتكون سريعه بيمرق تمريرات كروس من ميل لميل من فريق بيروت، بيجربوا يكنروا واحد بيكون فاضي يا تحت على اللو بوست مثل هيدي على الثري بوينتس لرالف عال، والطابه بعدها مع نادي بيروت. تبديل محمد سلوم رقم 13 بيدخل محل رقم 15 حسن علي كروفورد للعاصي، عاصي بيكمل فيها بيروح على السله بيرجع بيطلع لبرا لكروفورد، كروفورد بيشوط على التو بوينتس ما بيسجل، ريباوند لسلوم. ارنولد مقطوعه حلوه كثير لكروفورد، كروفورد بيكمل فيها عم بيحطها دان كروفورد، بيبقى لاحق الليبو لاعب السعودي والنمبر 13 بيطلع لبرا كمان مقطوعه تيرن اوفر. كروفورد هالمره شو هالمره بردو جايال شو بكي تمام يعني هذيك ما زبطت هي بتزبط. ثمان نقط لكروفورد اللي عم شوفوا قدامنا، شوفوا لكروفورد بيكمل فيها هيك ايه بوم 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 يس اربع اسيست وريباوند واحد لكروفورد. نمبر 10 ارنولد بيشوط ريباوند لمين بترجع للسعوديه، نمبر 13 اللي بيسجل سله حلوه محمد سلوم هلا فات هلا هلا بعده فات مظبوط سجل 31-23 ثمان نقط فرق لبيروت. كروفورد حلو كثير لا عم يطلب طالب فل علي حيدر بس اكسلنت موف عليه كمان ديفنس علي حيدر بيعطي رومي بعيدة هاي كروفورد عفوا لعب الاجنبي بفريق السعوديه اللي هو ارنولد روني فاد بهدي الطابه روني بيعطي علي حيدر الحكم بيحسبها تشارج اوفنسيف فاول اوفنسيف فاول على علي حيدر تبديل كذا واحد مع بعض كرم مشرف عم بفوت لحتى يلعب روبير بوداغر و22 كايل هانت روبير بوداغر بتعرفوا نمبر 14 هلا فات على الملعب مع كايل هانت وكمان اللعب مباراة كثير حلوة امبارح كرم مشرف نمبر 10 كان عم يعمل ديفنس على رقم 9 جوادي تركي رقم 14 لعب ممتاز مع السعودية بحاول يفوت روبير بوداغر بيجيب الريباوند ريباوند لعاصي عاصي اللي بجرب يفوت على السلة حلوة من عاصي بياخذ سبين موف يبرم وبياخذ فاول خطأ على لعب رقم 5 نمبر 5 من النصر السعودي تركي المهنا هون عم شوف موف كثير حلو والخطأ لصالح جون عاصي نتيجة 33-23 أول وحدة على الفري ثرو قوية شوي من عاصي ما بيسجل 10 نقاط 2.3 بالريباوند لجون عاصي من نادي بيروت مباراة الثالثة لنادي بيروت كان لعب مباراتين قبل ربح هون امبارح كانت مع الاتحاد السكندري من مصر شفتوها على الام تي في مباراة ولا أحلى من هيك كثير حماسية كانت مع فريق كثير قوي ومحترم وممتاز ومستوى عالي بكل معنى الكلمة الفريق المصري جوادي قصيرة من فريق سعودي الهانت اللي بيجيب طابة وبيعطي للعقل نمبر 12 الحكم اللي بيحسب فاول جوادي من السعودية هو مسجل أكثر شيء رقم 9 جاد جوادي 11 بوينتس 1 ريباوند 1 اسيست هذا الخطأ من اللاعب رقم 14 كان الموف كثير حلو من مشرف
عاصي. روبير مدغم جانبي خدها مقطوعة من الفريق السعودي، ترجع تنقطع كمان مرة من عاصي، بيعطيها للهاب يسهم بيطلع فيها هيك بوم دنك. فيري نايس بلاي من كايل هانت، لاعب ولا أحلى من هيك مع نادي بيروت. كل مباريات عم يلعب فيها عم يكون ستيبل، كل مباراه عم يعطي كل شيء عنده، كل مباراه عم يكون بالديفنس بالريباوند حاضر بالاوفنس وعم يكون سكورر. فريق بيروت بجد من السعوديه نمبر 13 بيطلع بريباوند عالي. محمد السلوم شوفوا هيدي هيك يس كايل هانت. عاصي روبيرلا هانت فيري نايس باس كثير ذكي من روبير مدغم بيعطيه لكايل هانت وبيسجل. 37-23 فرق 14 نقطة لصالح لبنان على السعودية ببطولة الأندية العربية. شوطة كمان قصيري من اللاعب الأجنبي اللي هو أرنولد عم يلعب مع فريق النصر السعودي، بيرجع لأرنولد. أرنولد جرب بيحاول يفوت بيكمل أول ذا واي وخطأ بياخذ فاول ببنتريشن كثير ذكيه من اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه بهالوقت. نمبر 10 وين ارنولد. كايل هانت 13 بوينتس 13 نقطه لهلا بعد في 4 دقائق و9 ثواني من نهايه الشوط الاول. صوروا 13 بوينتس لكايل هانت، لاعب ممتاز مع نادي بيروت. تايم اوت. عودين احنا بيكون للمباراة. عم نشوف هون البنش فريق نادي بيروت، كل اللي عم يتابعونا هلا نحن وياكم موجودين لايف مع الام تي في، مع كل اللي عم يشارك معنا يعطيكم الف عافيه. التيم لاكيب جورج خليل المخرج ونو لجويو، لجويو كمان موجود، كل اللي عم موجودين حاضرين معنا جايل حضره هون. في قلب نابض هيك عصب اليوم ناقص، بس ناقص هيك يعني مش بايده. سلامتك طارق كرم، اشتقنا لك كثير وبكره بتكون موجود، لانه رح نكون بكره مع مباراه كمان هومنتمن مع سبورتنج مصر. طارق ألف سلامة. رمي تاني من نمبر 10 لاعب الأجنبي مع النصر السعودية وين أرنولد. عقل العاصي للعقل ديفنس من الفريق السعودي اللي عم يلعب بعده زون ديفنس. العقل بياخذها على 3 بوينتس، حلوة كانت الشوطة على 3 بوينتس. ترجع للعاصي، عاصي بفتش على هانت، هانت لروبير للعاصي على 3 بوينتس كمان. حلوين الشوطات. نمبر 13 اشوف شو عم يحكي اوفنسيف فاول، بعتقد حسب اوفنسيف فاول لان مش حط كوعه تقله ايه كله هيك. قلت لكم اوفنسيف فاول هذا الفريق اللي هون موجودين حد كلهم ايه ليك ما احلاهم. طيب مع بيروت مشرف عقل لعاصي بيشوف هان روبير مدغر بيعطي عاصي تحت السلي وطبيب العاوت لصالح بيروت. هون عم شوفها شوف ايه ماشي شو عمل لك لتطرق على الكف شو عمل لك. 3 بوينتس كروفورد ما بيسجل. لا مش كروفورد مشرف عاصي للعقل بيعطي عاصي زون ديفنس مفتوحه اللعبه يعني لازم الفريق فريق بيروت هون بيعطي الباس كان في شوطه عاصي بس بدي لكم شغله بالزون ديفنس اللي عم تشوفوه قدامكم
هيدي الشغله اللي يلي بيقدر انه يكسر الزون ديفنس هو الشوطات من برا، الرميات من برا لحتى يصير الفريق مرتاح بيروت ويعطي تمريرات لهم لتحت السله ويقدروا يكونوا مرتاحين. اذا ما حطينا شوطات من برا على 3 بوينتس او من زاويه من الميلتين بيكون الفريق السعودي مرتاح اكثر وبيضيف على اللعبه وبتصير صعبه علينا، فاذا لتصير اللعبه مفتوحه اكثر. ما قدرت تثبته. طب هاي شو هاي؟ اي دبليو دبليو اي هاي. نمبر 7 جابر كعبي بيدخل على المباراة من فريق النصر السعودية. ونتيجة 37-24، 13 نقطة فرق. هون مع رقم 5 اللي عم بيعطي تعليمات باتريك سيبا لجون عاصي. بيشرف على الفري ثرو، أول وحدة ما بيسجلها. دقيقتين و47 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني من المباراة، الشوط الأول. بيسجل وحدة من اثنين كرم مشرف. جابر الكعبي ارنولد نمبر 10 لاعب الاجنبي، ارنولد بجرب يخدع على الـ 2 بوينتس، كمان شوطه حلوه، ريباوند لهانت، نايس ريباوند من هانت، عال بينزل فيها، بيعطي باس لروبرت مداغر، كايل هانت ما بتزبط، شفتوا شو عمل لي؟ قال له شفت 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 ليك هون التثبيت تحت، ايه هون هون هي هيدي مصارعة على الاخر، ايه في اهدى من روبير، قال له شفت شو عمل فيه؟ ليك ليك هون ليك هون جور جور سبت جور سبت سبتوا خطأ وفول رميتين على الفري ثرو والخطأ على اللعب رقم 14 روبير بوداغر من فريق بيروت. روبير بوداغر والخطأ الفاول الخطأ الثاني على روبير بوداغر على الفري ثرو. جابر الكعبي صبطني بالقلم، عم قتلني جاي صبطني بالقلم. كعبي نقطة وريباوند واسيست. مشرف يلي بيكمل على السلة، نايس موف من مشرف حلوة. قال لي انه هيك تأخر شوي حلوة هيك. نمبر 10 ارنولد جاب الكعبي بفتش على ارنولد بيخدع على 3 بوينتس حلوة كثير شوطه لارنولد. حلو كثير وبلوك شوت كان موف حلو من عقل وبلوك شوت من الفريق السعودي وشوطه بهالوقت للاعب اللي هو نمبر 5 تركي المهنا. هذا البلوك شوت من لاعب رقم 14 ايوب الهوسوي، ديفنس كثير منيح والبلوك شوت مهم منه. فاست بريك ونقطتين سهلين للاعب رقم 9 الجوادي يلي صار مسجل هلا 13 نقطة الجوادي. تايم اوت لبيروت بهالوقت 40-30. Defense. They are attacking us now.
يلي منتظرين البست كورنر بهالمباراة تنيل الجوادي رقم 9 جاد الجوادي من فريق النصر السعودي مسجل 13 نقطة ومن فريق نادي بيروت كايل هانت نمبر 22 مسجل كمان 13 نقطة 40 30 10 نقط عم شوفوا الوقت قدامكم دقيقة 12 ثانية لنهاية الشوط الأول من المباراة مشرف أجانب فريق بيروت مرتاحين بهالوقت جاد اللي بفوت جاد عبد المسيح بهالوقت كمان من الناشئين المميزين مع الفريق جاد بيخدها على 3 بوينتس كمان جاد نو يس 3 بوينتس جاد ابنه لجوزيف عبد المسيح اسم الله عليه لو عارفين بتحط 3 بوينتس هلا سالناك عنك انك اول ما جاب جوله شو باكله 43 يا عم عم بيضحك لك سمعني ما هو البارود العقل لجاد مقطوعه للفريق السعودي وخطا لصالح فريق سعودي وكمان يلي فات على ملعب بنار صليبه من فريق نادي بيروت يلي هو رقم 20 43-30 43-30 قبل 21 ثانيه من نهايه الشوط الاول من المباراه بطوله الانديه العربيه عم تلعب على الام تي في مباشره حصريا رقم 5 ما بيسجل اول رمي نمبر 5 تركي المهنا هذا الخطا هون اللي بيتحسب على اللاعب رقم 10 كرم مشرف ثاني وحده بتتسجل 43 31 20 ثانيه اكيد بيمشوه على الاخر فريق نادي بيروت قبل نهايه الكوارتر الثاني والشوط الاول من المباراه عقل الوقت قدامكم عم تشوفوه نتيجه 43 31 مشرف نمبر 10 لجاد عبد المسيح مشرف بيعطيها تحت السله مقطوعه ثانيتين ثانيه هيدي محسوبة للسعودية غلطة من نادي بيروت هيدي غلطة صارت بس معلش الشوط الأول بيخلص من المباراة 43-33 10 نقط الفرق لصالح نادي بيروت هيدي ثالث مباراة نكمل نحن وياكم الشوط الثاني بعد شوي مباراة بطولة الأندية العربية مباشرة على الام تي في We'll be right back.